يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟